يعني يجب أن نضع بين مزدوجين ترامب. ترامب هو ليس يعني سياسات ترامب هي ليس سياسات الحزب الجمهوري بالضرورة، لأن ترامب هو رجل يعني السياسات عند الطلب، هو رجل الصفقات. فلذلك يعني لا يوجد خط بياني نستطيع أن نقيم من خلاله أو نقرأ ما سيفعله ترامب، ولكن بقياس المرحلة الرئاسية التي خاضها ترامب سابقا على المستوى الشخصي أعتقد أن ترامب سيكون متشددا مع العراق، لأن أولويته في منطقة الشرق الأوسط هي دعم إسرائيل بشكل مطلق. يعني ممكن أن يفضل مصلحة إسرائيل على مصلحة حتى مصالح الولايات المتحدة. و يعني من ضمن استراتيجياته بالمنطقة هو محاصرة إيران، وهذا الأمر سينعكس سلبا على العراق. يعني العراق يجب أن يكون يعني يمتلك الشخصية التي تحدد المسار، هل هي جزء من الفضاء الأمريكي أم هي جزء من يعني الفضاء لنقل الشرقي أو الفضاء الإيراني في المنطقة. فأنا أعتقد إذا اقترب العراق في عصر ترامب إلى إيران فسيتعرض إلى ضغوط شديدة، يعني وإحنا شاهدنا العقوبات الدرجات القصوى التي فرضها انعكست أيضا على العراق في مجال الطاقة وتبادل العملات، أيضا كلها جزء من يعني العقوبات على التعامل التجاري مع إيران على سبيل المثال. فأي عملية يعني ومع وجود حكومة إطار قريبة من إيران هذا الأمر أيضا قد يعقد، يعني ليس الكاظمي أو ليس شخصية أخرى يعني مثل العماد أو إياد علاوة على سبيل المثال، هذا أمر أيضا يعقد الموضوع مع ترامب. ولكن معك كمالا هاريس أنا أعتقد هي السياسة الاحتوائية العامة التي الديمقراطيون يحاولون احتواء كل شيء، احتواء الأزمات، احتواء الحلفاء، احتواء حتى الأعداد، يعني الأعداء عفوا، حتى إيران الديمقراطيون دخلوا من نافذته على الشرق الأوسط عبر مفاوضات جنيف حول الملف النووي، فسياساتهم واضحة وأكثر مرونة أنا وجهة نظري. يعني الأفضل أستاذ أحمد أن تفوز كامالا هاريس بالانتخابات الأفضل للعراق؟ لا نستطيع أن نقول أستاذ سعد الأفضل أو غير الأفضل، نحن نقيس يعني الاعتبارات الموجودة، وجود حكومة أو كتلة قريبة من إيران سيعقد المشهد مع ترامب، ولكن بكل تأكيد لو كانت هناك حكومة أقرب إلى الجانب الأمريكي فعهد ترامب سيكون عهد مثاليا، يعني يحصل تعاون كبير ربما وتطور. فالأمر لا يعتمد على الرئاسة الأمريكية، ولكن يعتمد أيضا على القيادة العراقية، من هي الجهة التي يعني تدير الملفات السياسية، ومن هي الجهة التي ترشح الحكومة في العراق، هل هي حليفة للولايات المتحدة أم حليفة لإيران؟ هذا الأمر. ولكن سواء كانت حليفة للولايات المتحدة أو حليفة لإيران في عهد الديمقراطيين السياسات واضحة، ولكن في عهد ترامب لا أحد يستطيع أن يعرف ماذا سيحصل. يعني ترامب قرر بالليل أن يستهدف قاسم سليماني على سبيل المثال ونفذ العملية، وحضرتك تشاهد حتى أحداث أكتوبر هي يعني أستطيع أن أقول من ضمن تداعيات وتدادات الحالة الانتقامية التي شكلتها إيران في منطقة الشرق الأوسط بسبب اغتيال الجنرال سليماني، وهذا فعل ترامبي. يعني يعني لا نستطيع أن نقرأ يعني تأثيرات الرئيس القادم من زاوية واحدة على العراق، هناك عملية تفاعل وهناك يعني ملفات مترابطة. نعم.